الرئيس. شكرا سيد المستشار المحترم. لا يخفى عليكم سيد المستشار المحترم على ان المرسوم المنظم للنقل الجوي الداخلي المرسوم ديال 62 وتعطي كامل الحريه للناقلين المغاربه على انهم ينقلوا داخل المغرب، وبالتالي هي المساله هي متاحه اللي بغى يتفضل من القطاع ويستثمر لا احد يمنعه، وبالتالي هذا الامر مفتوح. ما يجينا حنا لوبن سكاي كان عندنا مع الخارج المغرب اللي غادي يجي للمغرب، اما المغرب اللي بغى يتفضل ما كاينش اشكال. وتتعرفوا على ان الحكومه المغربيه لما جات في ماي 2013 جات اول اتفاقيه مع الجهات وايضا مع الجماعات ومع الوكالات ديال التنميه اللي هي جهويه، على اساس انه في ماي 2013 دارت الخط الاول ديال الدار البيضاء العيون طنطان، واللي بالفعل الخط الثاني اللي هو مرتبط ايضا بالدار البيضاء قلميم العيون عفوا الداخله وقلميم طنطان، واللي الحمد لله استطعنا انه تخفيض ديال الاسعار اننا نديروا نسبه ديال الملء في المتوسط اكثر من 60%، هو اللي شجع الخطوط الملكيه المغربيه بدعم من الحكومه اللي عطينا فيه حوالي 87 مليون درهم على اننا نديروا اتفاقيه اخرى جهويه مع الجهه ديال السوسمه صدرعاء البيضاء الدار البيضاء ورزازات زاكوره، واللي الحمد لله خدمتها هي ابتداء من يونيو 2014. ومشينا حتى للجهه ديال مكناس الرشيديه اللي درنا الخط ايضا ديال الرشيديه، ونحن الان بهذا المنطلق اننا تنبغيو نفتحوا على جميع الجهات المغربيه دون استثناء، تنشوفوا غير ضرورة إمكانية توقيع اتفاقية مع الجهات ومع الوكالات على أساس أنه يكون الدعم ديال الدولة مركزي وديال المساهمة ديال الشركة والمساهمة ديال الجهات والمساهمة ديال الوكالات إذا كان هناك وكالات ديال التنمية. وحنا مستعدين الآن، نحن تنتحاوروا مع الجهة ديال الشرق وتنتحاوروا مع الجهة ديال تازة الحسيمة ومع الجهة ديال طنجة تطوان ومع بعض المدن بحال الصويرة وغيرها، على أساس أننا نديروا النقل الداخلي لجميع هذه الجهات ولجميع هذه المدن. شكرا السيد الرئيس. لا الحمد لله، ما هو الطلب أكيد أنه طلب يمكن نعتبره أنا شخصيا معقول، واللي إن شاء الله أحيله على الخطوط الملكية المغربية على أساس أننا ندرسوه. اكيد انه غادي يمكننا باش نديروا نسبه ديال المال اللي غادي تكون ايجابيه جدا اذا كان فيه واحد الاسكال، لكن اللي نبغي ناكد للسيد المستشار المحترم من هذا المنبر هو انه دابا الان حنا اشتغلنا على هذا الخط وتنتمناو على انه جميع الجهات اللي هي طرف بعدا في المشروع ديال الاتفاقيه على ان بعدا نحصلوا ونتفاهموا على الصيغه اللي بالفعل غنستغلوا بها الخط اللي هو الان الدار البيضاء الرشيديه. الخط والتوقف عند فاس ما كانش وارد في البدايه، وبالتالي البيزنس بلان ولا التخطيط اللي عملنا ما كانش مرتبط بهذا التوقف، لكن الامكانيه والانفتاح ديال الوزاره على المدارسه ديال هذه الامكانيه ديال التوقف ما عندناش اعتراض من ناحيه المبدا. نشوفوا الترتيبات التدبيريه مع الشركاء ديالنا في هذه المساله ان شاء الله وما يكون غير الخير.